جاء الظلام ضيفا ثقيلا على العديد من دول العالم. لا أتحدث هنا عن دول بعينها أو حتى الدول العربية. اليوم هناك دول متقدمة تتمتع باقتصاد قوي وتعاني أزمة في الكهرباء. النصيب الأكبر كان للدول العربية، أبرزها مصر اللي وصل قطع الكهرباء فيها لثلاث ساعات تقريبا. لجأت الحكومة لخطة تخفيف الأحمال مثل الإغلاق المبكر للمحلات التجارية من 10 مساء خلال فصل الصيف. طبعا الموضوع عمل ضجة كبيرة بين المصريين. تونس أيضا أعلنت استعدادها لقطع الكهرباء ببعض المناطق خلال هذا الصيف. من الدول المفاجئة اللي انضمت لهذه القائمة مشاهدينا كانت الكويت اللي شهدت انقطاع للكهرباء ببعض مناطقها. أما تركيا فلجأت لحل آخر وهو رفع أسعار الكهرباء، وطبعا قائمة طويلة من العراق لسوريا للبنان وغيرها من الدول. شبكة CNN الأمريكية تحدثت عن هذه الأزمة ووصولها لمناطق بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية مثل بريطانيا اللي شهدت أيضا انقطاع للكهرباء بمطار مانشستر، بالإضافة لدول منطقة البلقان مثل كرواتيا، البوسنة وألبانيا. مشاهدينا، العالم اليوم عم بيعاني ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة بسبب تغير المناخ. بطبيعة الحال هذا التغير بيضغط على البنية التحتية للطاقة واللي هي أحد الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي. ولكن لما تتأثر الكهرباء بتغير المناخ؟ وهل هناك نور بنهاية هذا النفق المظلم؟ ضيفي من القاهرة رئيس برنامج الطاقة في مركز الأهرام دكتور أحمد قنديل، مرحبا بك معنا في منصات. إذن العديد من الدول اليوم حول العالم تعاني من انقطاع للكهرباء بشكل متكرر بما في ذلك دول متقدمة. ما العوامل الرئيسية اللي بتؤدي لانقطاع الكهرباء بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى حضرات السادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن هناك عوامل متنوعة تقود إلى انقطاع الكهرباء في معظم دول العالم، ليس هناك عامل واحد يفسر هذه الانقطاعات. ولكن إذا ركزنا على سبيل المثال في ما يتعلق بالدول المتقدمة، أعتقد أن تقادم شبكات نقل الكهرباء هو العامل الأهم في تفسير هذا الأمر. ليست كل الدول المتقدمة لديها شبكات متطورة لنقل الكهرباء، وبالتالي عند ارتفاع درجات الحرارة بيحدث يعني سقوط لهذه الشبكة أو عدم استقرار فيها، مما يؤدي إلى انقطاعات. أيضا عندما تتعرض هذه الدول لعواصف أو رياح شديدة أو أمطار غزيرة أو فيضانات في ظل تقادم البنية الأساسية لشبكات نقل الكهرباء، قد تتأثر بعض المناطق في هذه الدول بهذه الضعف أو عدم المرونة في شبكات نقل الكهرباء. لكن في الدول النامية والدول الغير متقدمة بيكون هناك أسباب أخرى غير ارتفاع درجة الحرارة أو تقادم البنية التحتية. من أهمها على سبيل المثال عدم توافر السيولة النقدية والنقد الأجنبي لشراء الوقود من السوق العالمية، والوقود ده ارتفع أسعاره بشكل كبير في ظل الحروب ونقص الاستثمارات في المشروعات الجديدة لاستقرار الغاز والنفط. دكتور أحمد، ارتفاع درجات الحرارة العالمية يؤدي لزيادة الطلب على الكهرباء خاصة للتبريد في فصل الصيف، يعني بطبيعة الحال هذا يضع ضغوط هائلة على شبكات الكهرباء ويؤدي لانقطاعها وأيضا تخفيف الأحمال مثل إجراء احترازي. خلينا نحكي أكثر عن الآليات اللي بتستخدمها شركات الكهرباء لتخفيف الأحمال خلال فترات الحر الشديد. زي ما حضرتك ذكرتي، ارتفاع درجات الحرارة بيجعل الاستهلاك مرتفعا لاستخدام أجهزة التكييف والتبريد والمراوح والثلاجات وغيرها من وسائل في محاولة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة، وده بيؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي استمرار عمل محطات الكهرباء بشكل أكبر عن المعتاد.
وبالتالي إذا ما كان هناك عدم صيانة دورية لهذه المحطات وعدم أخذها فترات الراحة اللازمة، قد يؤدي ذلك إلى احتراقها أو إلى توقفها عن العمل. وبالتالي شركات الكهرباء بتحرص دائما على ضمان ألا يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى الاستهلاك المستمر لهذه المحطات، وبالتالي عدم قدرتها على الاستمرار في إنتاج الطاقة القصوى لهذه المحطات. ولكن الحقيقة يعني هناك دول نجحت في التغلب على هذا من خلال قيام الشركات بابتكار حلول وبدائل لقطع الكهرباء. صحيح أن ارتفاع درجات الحرارة بيؤثر على عمل المحطات، ولكن هناك تقنيات متطورة تساعد هذه الشركات على التنبؤ بعدم استقرار شبكات الكهرباء، وفي نفس الوقت سرعة إخبار المستهلكين للكهرباء بتوقيتات قطع هذه الكهرباء من خلال يعني تطبيقات على الهاتف المحمول مثلا، أو إعلان توقيتات دقيقة لقطع الكهرباء، أو من خلال حتى إنشاء شبكات مصغرة في مناطق جغرافية معينة أو في أبنية معينة كالمستشفيات والمدارس وغيرها، من أجل تجنب أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تعطل الشبكة الرئيسية. وبالتالي هناك آليات وطرق مختلفة قد تلجأ إليها شركات الكهرباء من أجل محاولة منع قطع التيار، لأن زي ما حضرتك عارفة قطع التيار له خسائر مادية وبشرية غاية في الارتفاع، ولديها يعني أيضا تأثير على مستوى الرضاء الشعبي عن الأداء الحكومي في كثير من الدول، مما يؤدي إلى إمكانية حدوث اضطرابات في هذه الدول. دكتور أحمر، يعني خلال فترات الحرارة الشديدة بيرتفع استخدام مكيفات الهواء طبعا، وهذا الشيء بيسبب تجاوز بقدرات الشبكات الكهربائية. اليوم كيف يمكن للابتكارات بتكنولوجيا الطاقة المتجددة تساعد بمواجهة التحديات المناخية باختصار لو سمحت؟ هذا سؤال مهم جدا أستاذ زيارة. أهم حاجة هو محاولة ترشيد استهلاك التكييفات وعدم وضعها عند درجات حرارة منخفضة للغاية. يعني على سبيل المثال يضع كثيرين منا درجات التكييف عند 18 أو 20 أو حول هذا الأمر، لكن إذا ما تم رفع درجة الحرارة إلى 24 أو 25 أو 26 ده بيقلل كثيرا في الاستهلاك، وبالتالي بيخفف الضغط على أجهزة التكييف نفسها وعدم سرعة تلفها، وفي نفس الوقت يقلل من استهلاك الكهرباء على الشبكة. أيضا مسألة استخدام الطاقة المتجددة كطاقة شمسية وطاقة الرياح من الممكن كثيرا أن يخفف من الضغط على المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود التقليدي. شكرا جزيلا لك من القاهرة رئيس برنامج الطاقة بمركز الأهرام دكتور أحمد قنديل.